صلبنا عن النبي. وبيبدأ المسلسل مع البنت يونا اللي كانت بتحكي عن نفسها وبتقول انها طالبة وبتشتغل في مطعم، وبتقول بعدها انها متضايقة من البشر وبتكرههم بسبب انهم متنمرين وبيفضلوا يكتبوا على طول. وبعد لحظات بنشوف يونا راحت للزبون وبتتكلم معاه، وبتلاقيه كان بيستهزأ بيها وبيتريق على كلامها، وبتلاقي بعدها مجموعة من الناس بدأوا يضربوا في بعض، وبتقول انها لسبب ده بتكره البشر. وبعد ما يونا بتروح علشان تخرج الزبالة من المطعم، بتلاقي وقتها شاب كان بيتكلم مع حبيبته، وبتكون سمع كلام البنت وهي بتقول انها بتحبه. وبعد لحظات بنشوف الشاب مشي وبيسيب حبيبته، وبتكون حبيبته مستغربة مش فاكرة اللي حصل معها. وبنشوف بعدها الشاب راح يقعد لوحده، وبنعرف انه شيطان مش انسان عادي، وبنعرف كمان انه عايز يعيش حياة هادية ويتحول لبشري، وبيقول انه مطلوب منه يسيطر على 10 بنات ويخليهم يحبوه. وبيلاقي بعدها المديرة بتاعت الشياطين ظهرت له وبتتكلم معاه، وبتعرفه ان فضله 9 بنات يحبوه علشان يتحول لبشري. وبعد ما المديرة بتسأله عن السبب اللي بيخليه عايز يتحول لبشري، بيقول لها انه عايز يعيش حياة هادية وما يفضلش وحيد. وفي تاني يوم بنشوف يونا راحت للجامعة وبتتقابل مع صاحبتها كارمن اللي كانت بتقولها تحب الحياة وتتعرف على شاب يحبها. وساعتها يونا بتعرفها انها مش بتحب البشر، وبتقولها ان حبيبها السابق خاين وراح مع بنت تانية. وبتكون صاحبتها كارمن عايزاها تنسى اللي حصل لها، وبتقولها تدي نفسها فرصة تانية وتحب تاني. وبتقولها بعدها انها شافت شاب جميل من شوية وانها عجبت بيه من اول نظرة. وبنعرف وقتها ان الشاب اللي شافته كان الشيطان، وبينجح الشيطان بانه يسيطر عليها من خلال قوته وبيخليها تعجب بيه. وبالليل بنشوف يونا كانت ماشية وبتلاقي صاحبتها كانت بتتكلم مع الشيطان، وبتكون سمعها وهي بتعترف له بحبها. وساعتها يونا بتفتكر انها شافت الشيطان مع حبيبته لما كانت في شغلها، وبتعرف انه حد خاين وبيضحك على صاحبتها. وبتبدأ بعدها يونا تفتكر حبيبها السابق اللي خانها، وانها في يومها كانت منهارة وفضلت تعيط. وبتكون يونا متعصبة علشان بيضحك على صاحبتها، وبتروح تتخانق معاه وبتضربه. وبيكون الشيطان مستغرب منها وبيحاول يتكلم معاها، لكنها بتقول انه حد خاين وبتمشي مع صاحبتها. وبنلاحظ بعدها ان صاحبتها ما كانتش فاكرة اللي حصل علشان اعترفت له بحبها، وبنعرف ان اي بنت هتعترف له بحبها هتنسى علاقتها بيه. وبعد ما كارمن بتسأل يونا عن السبب اللي خلاها تضرب الشاب، بتقول لها يونا انه حد خاين وكان بيضحك عليها. وما يونا بتعرف ان صاحبتها مش فاكرة اللي حصل ومستغربة من كلامها، بتفضل بعدها تفكر في اللي حصل وبتكون مستغربة. وبنشوف بعدها يونا راحت لشغلها وبتخبط في شاب، وبتعرف بعدها ان الشاب اللي ضربته امبارح. وساعتها يونا بتبدأ تتخانق معاه وبتكون فاكراه بيطاردها، لكنه بيقول لها انه محتاج فلوس وبدأ يشتغل. وبنشوفها بعدها بدأت تتعصب وبتضربه تاني، وبتقول ان صاحبتها مش فاكرة انها اعترفت له بحبها. وبيقرر وقتها الشاب انه يعترف لها بكل حاجة، وبيقول لها انه شيطان وان اي بنت هتعترف له بحبها هتنسى علاقتها بيه. وبعد لحظات بنشوف حد من الزباين بدأ يتخانق مع يونا وبيكون عايز يضربها، بس الشيطان سوك بيظهر له وبيمنعه. والساعتها يونا بتتعصب وبتضرب الزبون، وبتروح بعدها تقعد لوحدها وبتكون متضايقة. وبتلاقي بعدها الشيطان جالها وبيديها مشروب وبيحاول انه يهديها ويوسيها. وفي تاني يوم بنشوف يونا كانت قاعدة في المكتبة مع صاحبتها، وبيكون الموظف بتاع الكافتيريا معجب بيها وبيروح يديها المشروب بتاعها. وبعد ما يونا بتلاقي الموظف كان بيسألها عن حياتها الشخصية، بتمشي بعدها من المكان وبتكون متضايقة. وبنشوف بعدها صاحبتها كارمن بدأت تتكلم مع الموظف، وبتقوله لو معجب بيها يعترف لها بحبه وما يفضلش يضايقها. وفي الوقت ده بنشوف المديرة بتاعت الشياطين كانت بتتكلم مع الشيطان، وبتشاور له على البنت اللي هتكون هدفه الجديد. وبعد لحظات بنشوف الشيطان راح للبنت وبيخليها تعمل ضوافره، وبيبدأ انه يتكلم معاها وبيعرف ان جوزها مات. وبعد ما الشيطان بيخلص عمل ضوافره وبيمشي من المكان، بيروح لها بعدها من تاني وبيكون متحول على شكل جوزها. وبنلاحظ وقتها انها كانت مبسوطة وبتقوله انها بتحبه، بس بعدها الشيطان بيمشي وبتنسى علاقتها معاه. وبنشوف بعدها الشيطان كان متضايق وبيعيط بسبب انه شاف الست كانت فرحانة لما شافت جوزها. وفي الوقت ده بنشوف يونا كانت ماشية في الجامعة وبتلاقي حبيبها السابق ظهر، وبتكون شايفة حبيبته الجديدة وبتبقى منهارة. وما يونا بتمشي من المكان وبتفضل تعيط، بتتقابل بعدها مع الشيطان وبتلاقيه كان بيعيط. وبنشوف بعدها يونا راحت معاه للمطعم وبتتكلم معاه، وبتسأله عن السبب اللي بيخليه منهار وبيعيط. وبعد ما الشيطان بيشرح لها اللي حصل معاه، بيلاقي بعدها حد ظهر له وبيسأله عن اسمه. وساعتها الشيطان بيعرف انه صايد الارواح اللي بيهاجم الشياطين، وبيلاقيه بدأ يهاجمه وكان عايز يخلص عليه. وبتكون يونا شايفة اللي حصل وبتروح علشان تدافع عنه، وبتلاقي الشيطان بدأ يستخدم قوته وبيخفيها معاه. وبينجح بعدها الشيطان بانه ياخدها وبيهرب من المكان، وبيعرفها بعدها انه عايز يخلي 10 بنات تحبه علشان يتحول لبشري. وبعد ما يونا بتسأله عن الشخص اللي كان بيطرده، بيقولها ان عندهم مديرة للشياطين بتحميهم، وان صايد الارواح بيكرههم وعايز يخلص عليهم. وبيقولها بعدها انه لغاية دلوقتي سيطر على 3 بنات وخلاهم يحبوه، وانه فاضل له 7 بنات علشان يتحول لبشري. وبتكون يونا عايزة تساعده وتقوله انها بتحبه، بس الشيطان بيقولها انه لازم يروح للبنت اللي هتقوله عليها المديرة. وبنشوف بعدها الشيطان راح للمديرة وبيتكلم معاها، وبيقولها ان صايد الارواح ظهر وكان عايز يخلص عليه.
والساعات المديرة بتقوله إن صيد الأرواح بيحمي البشر من شر الشياطين وإنه لازم يهرب بعد ما يسيطر على بنته وتعترف له بحبها. وفي تاني يوم بنشوف موظف كان بيتكلم مع كارمن صديقة يونا اللي بتقوله إنه لازم يروح ليونا ويعترف لها بحبه. وبنشوف بعدها الموظف راح لمكان شغلها وبيكون عايز يوصلها وبيعرف إن في شاب جميل بيشتغل معها في المطعم. وبعد ما يونا بتودع الشيطان وبتمشي مع الموظف بتلاقيه كان بيسألها عن الشاب الجميل وبيكون غيران منه. وبتكون يونا مش عايزة تعرفه إنه الشيطان علشان تحافظ على حياته. وبتقول بعدها إنه بدأ يشتغل من فترة قصيرة. وبنلاحظ وقتها إن الموظف كان عايز يعترف لها بحبه لكنه بيخاف على آخر لحظة وبيقولها إنه كان عايز فلوس. والساعتها يونا بتبدأ تتخانق معاه لكنها في الآخر بتديه الفلوس اللي طلبها وبتقوله يرجع لبيته. وفي تاني يوم بتصحى يونا وبتلاقي صاحبها مونجي كان بعت لها رسالة وبنعرف إن مونجي زميلها في الجامعة وعايزاها تكون حبيبته. وبنشوفها بعدها راحت للجامعة وبتكون مش عايزة تتقابل معاه لكنه وقتها بيظهر لها فجأة وبيطلب منها تخرج معاه. وأما مونجي بيلاقيها كانت رافضة وبتتأسف له بيطلب منها تديه فرصة وتوافق تخرج معاه. وبعد ما يونا بتوافق على طلبه بتلاقي بعدها راح يتكلم مع حبيبها السابق وبتعرف إنه كان بيضحك عليها. وبتكون يونا منهارة بسبب اللي حصل لها وبتمشي وبيظهر إن صاحبتها كارمن كانت موجودة هناك وسمع كلامهم. في الوقت ده بنشوف الشيطان راح يتكلم مع البنت الرابعة وبينجح بإنه يسيطر عليها وبيخليها تعترف له بحبها. والساعات البنت بتنسى علاقتها معه وبيمشي الشيطان من المكان وبيلاقي يونا كانت قاعدة لوحدها ومنهارة. وبعد ما يونا بتشرح له باللي حصل معاها بيروح بعدها الشيطان لحبيبها السابق ومونجو بيتخانق معاهم. وما الشيطان بيلاقيهم كانوا بيكتبوا بيقولوا ان هم مش متفقين بيظهر وقتها ان كارمن كانت مسجله كلامهم وبتروح تعمل الصوت على الميكروفون وبتسمع الطلبه كلهم. والساعات يونا بتعرف ان حبيبها السابق كان السبب في اللي حصل وبتروح بعدها تضربه وبتقوله يبعد عنها. وبعد لحظات بنشوف يونا كانت ماشيه مع الشيطان وبيلاقوا صايد الارواح ظهر لهم وعايز يخلص على الشيطان. وبيعرف وقتها الشيطان انه كان لازم يهرب بعد سيطرته على البنت بس بعدها بيزق يونا وبيبدا يتعارك معاه. وبنلاحظ وقتها ان صايد الارواح كان قوي جدا وبيكون هيخلص عليه لكنه بيلاقي يونا بدات تدافع عنه مش بيعرف يأذيه. وبيكون صايد الارواح فاكر ان الشيطان عايز يأذي البشر وبيطلب من يونا تبعد عنه علشان يخلص عليه. وما صايد الارواح بيلاقيها كانت رافضه تبعد عنه بيمشي بعدها من المكان علشان مش عايز يأذيها. وبنشوف بعدها الشيطان بدا يتكلم مع يونا وبيطلب منها تفضل تحميه من صايد الارواح اللي عايز يخلص عليه. وبعد ما يونا بتعرف انه عايز يعيش معاها في البيت المشترك بترجع بعدها للبيت وبتقوله انه هيدفع الايجار مكانها. وبتقوله كمان انه هيكون ينظف البيت ويعمل الاكل وانها بالمقابل هتحميه من صايد الارواح وتساعده يتحول لبشري. وبتعدي بعدها الايام وبنشوف يونا بدات تساعده في خطته وبتعرف ان فضله 6 بنات يسيطر عليهم ويتحول لبشري. ومع مرور الوقت بيبدا الشيطان يعمل الاكل وبيساعدها في الاعمال المنزليه. وبنشوفها بعدها بدأت تروح معاه علشان يقابل البنات ويسيطر عليهم. وبنشوف بعدها صايد الأرواح ظهر لهم من تاني بس يونا بتقرب من الشيطان وبتخليه يبعد عنه. وفي يوم بنشوف الشيطان أخدها معاه للسوبر ماركت وبيبدأ بعدها يعمل لها الأكل وبيتكلم معاها. وبعد ما يونا بتشرح له بقصتها وبتقوله إن حبيبها السابق خانها بيقول لها الشيطان إنه هيكون صديقها ويفضل جنبها. وفي تاني يوم بنشوف يونا راحت لصاحبتها كارمن وبتتكلم معاها وبتبدأ بعدها تفتكر ذكرياتها مع الشيطان اللي أعجبت بيه. وبعد ما يونا بتقول لكارمن ان في واحده من صحابها بتحب شاب بتكون كارمن عارفه انها بتتكلم عن نفسها وبتكذب عليها. واما كارمن بتطلب منها تحكي لها عن الشاب اللي بتحبه وبتلاقيها كانت رافضه بتقول لها بعدها تقول لصاحبتها تعترف للشاب بحبها. وفي يوم بنشوف يونا كانت بتنظف المطعم مع الشيطان وبتلاقي مديره الشياطين ظهرت وبتتكلم معاها. والساعات الشيطان بيقول ليونا انها تبقى المديره بتاعته وبيعرف بعدها انها جت تطمن عليه وهتمشي بعدها. وبنشوف بعدها المديره راحت ليونا وبتقول لها تخلي بالها من الشيطان وبتمشي بعدها من المكان وبتكون يونا مستغربة منها. وفي الوقت ده بنشوف الموظف راح يتكلم مع كارمن وبيقولها انه شاف يونا قريبة من زميلها في الشغل وعرف انها معجبة بيه. وبيقولها بعدها انه هيسيبها تشوف سعادتها ومش هيضغط عليها وانه هيحاول يعيش ويحب الحياة بعيد عنها. وبتكون كارمن مش عايزاه يفقد الامل وبتقوله يكلمها في الموبايل لاخر مرة ويطلب يقابلها. وبنشوف بعدها يونا كانت بتتكلم مع الشيطان وبتعرف انه مش حاسس بمشاعر ناحيتها وبتبدأ وقتها تتخانق معاه وبتهزقه. وبعد ما يونا بتلاقي الموظف اتصل بيها وبيطلب يقابلها بيظهر انها متضايقه من كلام الشيطان وبتوافق تقابله. وبنشوف بعدها المديره بعتت للشيطان رساله وبتعرفه بالبنت اللي هيسيطر عليها وبتقول انه لازم يروح لها في موعد معين. وبيفضل وقتها الشيطان يستنى يونا علشان تروح معاه وتحميه من صايد الارواح لكنها بتكون قاعده مع الموظف وناسيه ميعادها معاه. وبعد ما الشيطان بيلاقي الوقت متاخر ولسه ما رجعتش للبيت بيروح بعدها يسيطر على البنت وبيخليها تعترف له بحبها لكنها بعدها بتنسى علاقتها بيه وبيمشي من المكان. وبيلاقي بعدها صايد الأرواح ظهر له وبيهاجمه وبينجح الشيطان بإنه يبعت ليونا رسالة علشان تساعده. وبيظهر وقتها إن يونا كانت شايفة الرسالة وبتعرف إنه تعرض للهجوم وبتعتذر بعدها لصاحبها وبتمشي بسرعة. وبنشوف بعدها صايد الأرواح كان عايز يخلص عليه
بس يونا بتظهر له فجأة وبتضربه، وبنشوفها بعدها راحت للشيطان وبتفضل تعيط وبتطلب منه يسامحها علشان ما راحتش معاه. والساعتها بتظهر مديرة وبتلاقي الشيطان كان متعور وبتنجح بأنها تعالجه وبترجعه للبيت. وبيصحى بعدها الشيطان وبتكلم مع يونا وبيطلب منها ما تسيبوش تاني وتفضل معاه. وفي تاني يوم بيصحى الشيطان وبيلاقيها كانت عاملة له الفطار، وبيبدأ بعدها انه يقرب منها وبيعجب بيها. وبعد لحظات بيعرف الشيطان ان المديرة بعتت له رسالة وبتكون عايزاه يسيطر على يونا ويخليها تعترف له بحبها. والساعتها الشيطان مش بيقول ليونا باللي حصل وبيروح يتخانق مع المديرة وبيقولها لو سيطر عليها مش هتفتكره وهيخسرها. فبتقول المديرة انه لازم يمشي على القوانين علشان يتحول لبشري، وبتعرفه ان يونا هتكون اخر واحدة يسيطر عليها. وبيقرر بعدها سوك انه هيفضل شيطان ومش هيتحول لبشري، وبيروح بعدها يتكلم مع يونا وبيودعها. وبنعرف وقتها ان يونا اخدت الموبايل وشافت الرسالة بتاعت المديرة، وانها عرفت انها هتكون اخر بنت تعترف له بحبها وتحوله لبشري. وبتبدأ بعدها يونا تتكلم معاه وبتقوله ان ما عندهاش مشكلة تعترف له، وبتطلب منه يفكرها بيه علشان تحبه من تاني وتفضل معاه. والساعتها الشيطان بيقول لها انه كمان مش هيعرف يفتكرها، وانه عارف من المديرة انه هيتحول لبشري ومش هيفتكر ماضيه. والساعتها يونا بتعرف ان هما مش هيفتكروا بعض لو حولته لبشري، وبتلاقيه كان مصمم على كلامه وعايز يفضل شيطان. وبعد مرور عدة ايام بنعرف ان الشيطان اختفى وما راحش ليونا، وبتحاول يونا انها تعيش حياتها وبتروح تتكلم مع الموظف. وبنشوفها بعدها كانت ماشيه وبتتقابل مع صايد الارواح، وبتلاقيها اخدها لمكان معزول وبيسالها عن الشيطان. وبيكون صايد الارواح مش قادر يعيش حياه عاديه بسبب الشيطان، وبيقول لها انه مش هيرتاح وعايز يخلص عليه. وفي الوقت ده بنشوف الشيطان كان بيتكلم مع المديره بتاعته اللي بتقوله انه في طريقه علشان يتحول لبشري ويفضل مع يونا. وبعد ما الشيطان بيسالها عن الطريقه بتقوله المديره ان البشر بيامنوا بالقدر، وانها لو من نصيبه هيتقابل معاها تاني وهيحبوا بعض. وبنلاحظ وقتها ان الشيطان كان مقتنع بكلامها وبيروح ليونا، وبيلاقي وقتها صايد الارواح كان عايز ياذيها وبيضربه. وبنشوف بعدها الشيطان راح ليونا وبيطمن عليها وبياخدها معاه للمطعم وبيتكلم معاها. وبعد ما الشيطان بيعرفها ان هما هيسيبوا القدر يجمعهم بتوفى بعدها يونا وبتقوله انها بتحبه. وبعد مرور سنه بنشوفها كانت بتتكلم مع صحابها، وبنلاحظ ان الموظف بدا يقرب من صاحبتها كارمن وكان بيحبها. وبنشوف بعدها يونا كانت رايحه للجامعه، وبنلاحظ ان الشيطان كان واقف جنبها وبتكون مش عارفاه. وبنشوف بعدها المدير بدا يتكلم مع الطلبه، وبنعرف ان يونا كانت بتتعلم معاه في فصل واحد. وبيكون المدرس عايزهم يعملوا مشروع جماعي، وبيقولهم ان كل اتنين هيكونوا مع بعض علشان يشتغلوا على المشروع. وبعد لحظات بنشوف المديره ظهرت وبتعرف ان يونا في مجموعه حد تاني، وبتنجح بانها تغير الاسم وبتحط الشيطان مكانه. وفي تاني يوم بنشوف يونا بدات تتكلم مع الشيطان في موبايل، وبتقول انها عايزه تقابله علشان يشتغلوا على المشروع. وبعد ما يونا بتروح له وبتتعرف عليه بيكون باين على الشيطان انه بدا يعجب بيها. وبنلاحظ وقتها انها كانت شايفاه جميل وبتبدا تعجب بيه، وبيظهر ان المديره كانت شايفاه من مسافه بعيده. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناه انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف، واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.